رسالة حي بن يقظان ابن طفيل. حي بن يقظان رسالة بناها ابن طفيل على نظرية له، وهي أن في وسع الإنسان أن يرتقي بنفسه من المحسوس إلى المعقول إلى الله، بحيث يستطيع بعقله أن يصل إلى معرفة العالم ومعرفة الله، وعنده أن المعرفة تنقسم إلى قسمين: معرفة مبنية على الكشف والإلهام كالتي عند الصوفية، ومعرفة مبنية على المنطق كالتي عند العلماء. أما الأولى فيمكن الوصول إليها برياضة النفس، فتنكشف لها الحقائق كأنها نور واضح لذيذ يومض إلينا حينا ثم يخبو حينا، وكلما أمعن الإنسان في الرياضة تجلت له المعارف. أما النوع الثاني من المعرفة فهو مؤسس على الحواس. إن حي بن يقظان عند ابن طفيل هو اسم لإنسان يعمل عقله وقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم الأعظم القديم الأقدم العليم الأعلم الحكيم الأحكم الرحيم الأرحم الكريم الأكرم الحليم الأحلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أحمده على فواضل النعماء وأشكره على تتابع الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق الطاهر والمعجز الباهر والبرهان القاهر والسيف الشاهر، صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه أولي الهمم العظائم وذوي المناقب والمعالم وعلى جميع الصحابة والتابعين إلى يوم الدين. سألت أيها الأخ الكريم الصفي الحميم منحك الله البقاء الأبدي وأسعدك السعد السرمدي، أن أبث إليك ما أمكنني بثه من أسرار الحكمة المشرقية التي ذكرها الشيخ الإمام الرئيس أبو علي بن سينا. فاعلم أن من أراد الحق الذي لا جمجمة فيه فعليه بطلبها والجد في اقتنائها. ولقد حرك مني سؤالك خاطرا شريفا أفضى بي والحمد لله إلى مشاهدة حال لم أشهدها قبل، وانتهى بي إلى مبلغ هو من الغرابة بحيث لا يصفه لسان ولا يقوم به بيان، لأنه من طور غير طورهما وعالم غير عالمهما، غير أن تلك الحال لما لها من البهجة والسرور واللذة والحبور لا يستطيع من وصل إليها وانتهى إلى حد من حدودها أن يكتم أمرها أو يخفي سرها، بل يعتز به من الطرب والنشاط والمرح والانبساط ما يحمله على البوح بها مجملة دون تفصيل. وإن كان ممن لم تحذقه العلوم قال فيها بغير تحصيل. وأما الشيخ أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه فقال متمثلا عند وصوله إلى هذا الحال بهذا البيت: فكان ما كان مما لست أذكره، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. ولا شك عندنا في أن الشيخ أبا حامد ممن سعد السعادة القصوى ووصل تلك المواصل الشريفة المقدسة،
لكن كتبه المضمون بها المشتملة على عدم المكاشفة لم تصل إلينا، ولم يتخلص لنا نحن الحق الذي انتهينا إليه، وكان مبلغنا من العلم تتبع كلامه وكلام الشيخ أبي علي وصرف بعضهما إلى بعض، وإضافة ذلك إلى الآراء التي نبغت في زماننا هذا ولهج بها قوم من منتحبي الفلسفة، حتى استقام لنا الحق أولا بطريق البحث والنظر، ثم وجدنا منه الآن هذا الذوق اليسير بالمشاهدة، وحينئذ رأينا أنفسنا أهلا لوضع كلام يؤثر عنا، وتعين علينا أن تكون أيها السائل أول من أتحفناه بما عندنا وأطلعناه على ما لدينا لصحيح ولائك وزكاء صفائك، غير أن إن ألقينا إليك بغايات ما انتهينا إليه من ذلك من قبل أن نحكم مبادئها معك لم يفدك ذلك شيئا أكثر من أمر تقليدي مجمل، هذا إن أنت حسنت ظنك بنا بحسب المودة والمؤالفة لا بمعنى أن نستحق أن يقبل قولنا، ونحن لا نرضى لك هذه المنزلة، ونحن لا نقنع لك بهذه الرتبة، ولا نرضى لك إلا ما هو أعلى منها، إذ هي غير كفيلة بالنجاة فضلا عن الفوز بأعلى الدرجات، وإنما نريد أن نحملك على المسالك التي قد تقدم عليها سلوكنا، ونسبح بك في البحر الذي قد عبرناه أولا، حتى يفضي بك إلى ما أفضى بنا إليه، فتشاهد من ذلك ما شاهدناه، وتتحقق ببصيرة نفسك كل ما تحققناه، وتستغني عن ربط معرفتك بما عرفناه، وهذا يحتاج إلى مقدار معلوم من الزمان غير يسير، وفراغ من الشواغل، وإقبال بالهمة كلها على هذا الفن، فإن صدق منك هذا العزم وصحت نيتك للتشمير في هذا المطلب فستحمد عند الصباح مسراك، وتنال بركة مسعاك، وتكون قد أرضيت ربك وأرضاك، وأنالك حيث تريده من أملك، وتطمح إليه بهمتك وكليتك، وأرجو أن أصل من السلوك بك على أقصد الطريق وآمنها من الغوائل والآفات، وإن عرضت الآن إلى لمحة يسيرة على سبيل التشويق والحث على دخول الطريق، فأنا واصف لك قصة حي بن يقظان وأبسال وسلامان اللذين سماهما الشيخ أبو علي، ففي قصصهم عبرة لأولي الألباب وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. رسالة حي بن يقظان ابن طفيل. ذكر سلفنا الصالح رضي الله عنهم إن جزيرة من جزائر الهند التي تحت خط الاستواء، وهي الجزيرة التي يتولد بها الإنسان من غير أم ولا أب، وبها شجر يثمر نساء، وهي التي ذكر المسعودي أنها جزيرة الواقواق، لأن تلك الجزيرة أعدل بقاع الأرض هواء، وأتمها لشروق النور الأعلى عليها استعدادا، وإن كان ذلك على خلاف ما يراه جمهور الفلاسفة وكبار الأطباء، فإنهم يرون أن أعدل ما في المعمورة الإقليم الرابع، فإن كانوا قالوا ذلك لأنه صح عندهم أنه ليس على خط الاستواء عمارة لمانع من الموانع الأرضية، فلقولهم إن الإقليم الرابع أعدل بقاع الأرض الباقية وجه، وإن كانوا إنما أرادوا بذلك
أن ما على خط الاستواء شديد الحرارة كالذي يصرح به أكثرهم فهو خطأ يقوم البرهان على خلافه. وقد ثبت في علم الهيئة أن بقاع الأرض التي على خط الاستواء لا تسامت الشمس رؤوس أهلها سوى مرتين في العام، عند حلولها برأس الحمل وعند حلولها برأس الميزان، وهي في سائر العام 6 أشهر جنوبا منهم و6 أشهر شمالا منهم، فليس عندهم حر مفرط ولا برد مفرط، وأحوالهم بسبب ذلك متشابهة. وهذا القول يحتاج إلى بيان أكثر من هذا لا يليق بما نحن بسبيله، وإنما نبهناك عليه لأنه من الأمور التي تشهد بصحة ما ذكر من تجويز تولد الإنسان بتلك البقعة من غير أم ولا أب. فمنهم من بت الحكم وجزم القضية بأن حي بن يقظان من جملة من تكون في تلك البقعة من غير أم ولا أب، ومنهم من أنكر ذلك وروى من أمره خبرا نقصه عليك، فقال إنه كان بإزاء تلك الجزيرة، جزيرة عظيمة متسعة الأكناف كثيرة الفوائد عامرة بالناس، يملكها رجل منهم شديد الأنفة والغيرة، وكانت له أخت ذات جمال وحسن باهر، فعضلها ومنعها الأزواج إذ لم يجد لها كفوا، وكان له قريب يسمى يقظان، فتزوجها سرا على وجه جائز في مذهبهم المشهور في زمنهم، ثم إنها حملت منه فوضعت طفلا، فلما خافت أن يفتضح أمرها وينكشف سرها وضعته في تابوت أحكمت ذمه بعد أن أروته من الرضاع، وخرجت به في أول الليل في جملة من خدمها وثقاتها إلى ساحل البحر، وقلبها يحترق صبابة به وخوفا عليها، ثم إنها ودعته وقالت: اللهم إنك قد خلقت هذا الطفل ولم يكن شيئا مذكورا، ورزقته في ظلمات الأحشاء وتكفلت به حتى تم واستوى، وأنا قد سلمته إلى لطفك ورجوت له فضلك خوفا من هذا الملك الغشوم الجبار العنيد، فكن له ولا تسلمه يا أرحم الراحمين. ثم قذفت به في اليم، فصادف ذلك جري الماء بقوة المد، فاحتمله من ليلته إلى ساحل الجزيرة الأخرى المتقدم ذكرها، وكان المد يصل في ذلك الوقت إلى موضع لا يصل إليه إلا بعد عام، فأدخله الماء بقوته إلى أجمة ملتفة الشجر عذبة التربة مستورة عن الرياح والمطر محجوبة عن الشمس تزور عنها إذا طلعت وتميل إذا غربت، ثم أخذ الماء في النقص والجزر عن التابوت الذي فيه الطفل، وبقي التابوت في ذلك الموضع، وعلت الرمال بهبوب الرياح وتراكمت بعد ذلك حتى سدت باب الأجمة على التابوت وردمت مدخل الماء إلى تلك الأجمة، فكان المد لا ينتهي إليها، وكانت مسامير التابوت قد قلقت وألواحه قد اضطربت عند رمي الماء إياه في تلك الأجمة، فلما اشتد الجوع بذلك الطفل بكى واستغاث وعالج الحركة، فوقع صوته في أذن ظبية فقدت طلاها، خرج من كناسه فحمله العقاب، فلما سمعت الصوت ظنته ولدها
فتتبعت الصوت وهي تتخيل طلاها حتى وصلت إلى التابوت ففحصت عنه بأظلافها وهو ينوء ويئن من داخله حتى طار عن التابوت لوح من أعلاه فحنت الظبية وحنت عليه ورئمت به وألقمته حلمتها وأروته لبنا سائغا وما زالت تتعهده وتربيه وتدفع عنه الأذى. هذا ما كان من ابتداء أمره عند من ينكر التولد، ونحن نصف هنا كيف تربى وكيف انتقل في أحواله حتى بلغ المبلغ العظيم. وأما الذين زعموا أنه تولد من الأرض فإنهم قالوا إن بطنا من أرض الجزيرة تخمرت فيه طينة على مر السنين والأعوام حتى امتزج فيها الحار بالبارد والرطب باليابس امتزاج تكافؤ وتعادل في القوى، وكانت هذه الطينة المتخمرة كبيرة جدا، وكان بعضها يفضل بعضا في اعتدال المزاج والتهيؤ لتكون الأمشاج، وكان الوسط منها أعدل ما فيها وأتمه مشابهة بمزاج الإنسان، فتمخضت تلك الطينة وحدث فيها شبه نفاخات الغليان لشدة لزوجتها، وحدث في الوسط منها لزوجة ونفاخة صغيرة جدا منقسمة بقسمين بينهما حجاب رقيق ممتلئة بجسم لطيف هوائي في غاية من الاعتدال اللائق به، فتعلق به عند ذلك الروح الذي هو من أمر الله تعالى، وتشبث به تشبثا يعصر انفصاله عنه عند الحس وعند العقل، إذ قد تبين أن هذا الروح دائم الفيضان من عند الله عز وجل، وأنه بمنزلة نور الشمس الذي هو دائم الفيضان على العالم. ثم ما زالوا يصفون الخلقة كلها والأعضاء بجملتها على حسب ما وصفه الطبيعيون في خلقة الجنين في الرحم، لم يغادروا من ذلك شيئا إلى أن كمل خلقه وتمت أعضاؤه وحصل في حد خروج الجنين من البطن، واستعانوا في وصف كمال ذلك بتلك الطينة الكبيرة وأنها كانت قد تهيأت لأن يتخلق منها كل ما يحتاج إليه في خلق الإنسان من الأغشية المجللة لجملة بدنه وغيرها. فلما كمل انشقت عنه تلك الأغشية بشبه المخاض وتصدع باقي الطينة إذ كان قد لحقه الجفاف، ثم استغاث ذلك الطفل عند فناء مادة غذائه واشتداد جوعه فلبته ظبية فقدت طلاها. ثم استوى ما وصفه هؤلاء بعد هذا الموضع وما وصفته الطائفة الأولى في معنى التربية، فقالوا جميعا إن الظبية التي تكفلت به وافقت خصبا ومرعا أثيثا، فكثر لحمها ودر لبنها حتى قامت بغذاء ذلك الطفل أحسن قيام، وكانت معه لا تبعد عنه إلا لضرورة الرعي. وألف الطفل تلك الظبية حتى كان بحيث إذا هي أبطأت عنه اشتد بكاؤه فطارت إليه. ولم يكن بتلك الجزيرة شيء من السباع العادية، فتربى الطفل ونمى واغتذى بلبن تلك الظبية إلى أن تم له حولان، وتدرج في المشي وأثغر، فكان يتبع تلك الظبية وكانت هي ترفق به وترحمه وتحمله إلى مواضع فيها شجر مثمر،
فكانت تطعمه ما تساقط من ثمراتها الحلوة النضيجة، وما كان منها صلب القشر كسرته له بطواحينها، ومتى عاد إلى اللبن أروتها، ومتى ظمئ إلى الماء أوردتها، ومتى ضحى ظلتها، ومتى خصر أدفأتها. وإذا جن الليل صرفته إلى مكانه الأول وجللته بنفسها وبريش كان هناك مما ملئ به التابوت أولا في وقت وضع الطفل فيه، وكان في غدوهما ورواحهما قد ألفهما ربرب يسرح ويعيش ويبيت معهما حيث مبيتهما. رسالة حي بن يقظان ابن طفيل. فما زال الطفل مع الظبي على تلك الحال يحكي نغمتها بصوته حتى لا يكاد يفرق بينهما، وكذلك كان يحكي جميع ما يسمعه من أصوات الطير وأنواع سائر الحيوان محاكاة شديدة لقوة انفعاله لما يريده، وأكثر ما كانت محاكاته لأصوات الظباء في الاستصراخ والاستئلاف والاستدعاء والاستدفاع، إذ للحيوانات في هذه الأحوال المختلفة أصوات مختلفة، فألفته الوحوش وألفها ولم تنكره ولا أنكرها. فلما ثبت في نفسه أمثلة الأشياء بعدما غيبها عن مشاهدته حدث له نزوع إلى بعضها وكراهية لبعض، وكان في ذلك كله ينظر إلى جميع الحيوانات فيراها كاسية بالأوبار والأشعار وأنواع الريش، وكان يرى ما لها من سرعة العدو وقوة البطش وما لها من الأسلحة المعدة لمدافعة من ينازعها مثل القرون والأنياب والحوافر والصياصي والمخالب. ثم يرجع إلى نفسه فيرى ما به من العري وعدم السلاح وضعف العدو وقلة البطش عندما كانت تنازعه الوحوش أكل الثمرات وتستبد بها دونه وتغلبه عليها، فلا يستطيع المدافعة عن نفسه ولا الفرار عن شيء منها. وكان يرى أترابه من أولاد الظباء قد نبتت لها قرون بعد أن لم تكن، وصارت قوية بعد ضعفها في العدو، ولم ير لنفسه شيئا من ذلك كله، فكان يفكر في ذلك ولا يدري ما سببه. فلما طال همه في ذلك كله وهو قد قارب 7 أعوام ويأس من أن يكمل له ذلك وما قد أضر به نقصه، اتخذ من أوراق الشجر العريضة شيئا جعل بعضه خلفه وبعضه قدامه، وعمل من الخوص والحلفاء شبه حزام على وسطه علق به تلك الأوراق، واتخذ من أغصان الشجر عصيا سوى أطرافها وعدل متنها، وكان يهش بها على الوحوش المنازعة له فيحمل على الضعيف منها ويقاوم القوي منها، فنبل بذلك قدره عند نفسه بعض نباله. وفي خلال ذلك ترعرع وأربى على 7 سنين وطال به العناء في تجديد الأوراق التي كان يستتر بها، فكانت نفسه عند ذلك تنازعه إلى اتخاذ ذنب من أذناب الوحوش الميتة ليعلقه على نفسه، إلا أنه كان يرى أحياء الوحوش تتحامى ميتها وتفر عنه، فلا يتأتى له الإقدام على ذلك الفعل، إلى أن صادف في بعض الأيام نسرا ميتا فهدي إلى نيل أمله منه، واغتنم الفرصة فيه إذ لم ير للوحوش عنه نفرة، فأقدم عليه وقطع جناحيه وذنبه صحاحا كما هي،
وفتح ريشها وسواها وسلخ عنه سائر جلده وفصله على قطعتين، ربط إحداهما على ظهره والأخرى على سرته وما تحتها، وعلق الذنب من خلفه، وعلق الجناحين على عضديه، فأكسبه ذلك سترا ودفءا ومهابة في نفوس جميع الوحوش حتى كانت لا تنازعه ولا تعارضه، فصار لا يدنو إليه شيء منها سوى الظبية التي كانت أرضعته وربته، فإنها لم تفارقه ولا فارقها إلى أن أسنت وضعفت، فكان يرتاد بها المراعي الخصبة ويجتني لها الثمرات الحلوة ويطعمها، وما زال الهزال والضعف يستولي عليها ويتوالى إلى أن أدركها الموت، فسكنت حركاتها بالجملة وتعطلت جميع أفعالها. فلما رآها الصبي على تلك الحالة جزع جزعا شديدا، وكادت نفسه تفيض أسفا عليها، فكان يناديها بالصوت الذي كانت عادتها أن تجيبه عند سماعه، ويصيح بأشد ما يقدر عليه، فلا يرى لها عند ذلك حركة ولا تغيرا، فكان ينظر إلى أذنيها وإلى عينيها فلا يرى بها آفة ظاهرة، وكذلك كان ينظر إلى جميع أعضائها فلا يرى بشيء منها آفة، فكان يطمع أن يعثر على موضع الآفة فيزيلها عنها فترجع إلى ما كانت عليه، فلم يتأت له شيء من ذلك ولا استطاع. وكان الذي أرشده لهذا الرأي ما كان قد اعتبره في نفسه قبل ذلك، لأنه كان يرى أنه إذا أغمض عينيه أو حجبها بشيء لا يبصر شيئا حتى يزول ذلك العائق، وكذلك كان يرى أنه إذا أدخل أصبعيه في أذنيه وسدهما لا يسمع شيئا حتى يزول ذلك العارض، وإذا أمسك أنفه بيده لا يشم من الروائح شيئا حتى يفتح أنفه، فاعتقد من أجل ذلك أن جميع ما لها من الإدراكات والأفعال قد تكون لها عوائق تعوقها، فإذا أزيلت تلك العوائق عادت الأفعال. فلما نظر إلى جميع أعضائها الظاهرة ولم يرى فيها آفة ظاهرة، وكان يرى مع ذلك العطلة قد شملتها ولم يختص بها عضو دون عضو، وقع في خاطره أن الآفة التي نزلت بها إنما هي في عضو غائب عن العيان مستكن في باطن الجسد، وأن ذلك العضو لا يغني عنه في فعله شيء من هذه الأعضاء الظاهرة. فلما نزلت به الآفة عمت المضرة وشملت العطلة، وطمع بأنه لو عثر على ذلك العضو وأزال عنه ما نزل به لاستقامت أحواله وفاض على سائر البدن نفعه وعادت الأفعال إلى ما كانت عليها. وكان قد شاهد قبل ذلك في الأشباح الميتة من الوحوش وسواها أن جميع أعضائها مصمتة لا تجويف فيها إلا القحف والصدر والبطن، فوقع في نفسه أن العضو الذي بتلك الصفة لن يعدو أحد هذه المواضع الثلاثة، وكان يغلب على ظنه غلبة قوية أنه إنما هو في الموضع المتوسط من هذه المواضع الثلاثة، إذ كان قد استقر في نفسه أن جميع الأعضاء محتاجة إليه، وأن الواجب بحسب ذلك أن يكون مسكنه في الوسط، فعزم على شق صدرها وتفتيش ما فيه، فاتخذ من كسور الأحجار الصلدة وشقوق القصب اليابسة أشباه السكاكين وشق بها بين أضلاعها، فما زال يفتش في وسط الصدر حتى ألف القلب وهو مجلل بغشاء في غاية القوة
مربوط بمعاليق في غاية الوثاقة، والرئة مطيفة به من الجهة التي بدأ بالشق منها، وجرد القلب فرآه مصمتا من كل جهة، فنظر هل يرى فيه آفة ظاهرة؟ فلم يرى فيه شيئا، فشد عليه يده فتبين له أن فيه تجويفا، فقال لعل مطلوبي الأقصى إنما هو في داخل هذا العضو، وأنا حتى الآن لم أصل إليه. فشق عليه فألف فيه تجويفين اثنين، أحدهما من الجهة اليمنى والآخر من الجهة اليسرى، والذي من الجهة اليمنى مملوء بعلق منعقد، والذي من الجهة اليسرى خال لا شيء فيه. فقال لن يعدو مطلبي أن يكون مسكنه أحد هذين البيتين. ثم قال أما هذا البيت الأيمن فلا أرى فيه غير هذا الدم المنعقد، ولا شك أنه لم ينعقد حتى صار الجسد كله إلى هذا الحال، إذ كان قد شاهد أن الدماء كلها متى سالت وخرجت انعقدت وجمدت، ولم يكن هذا إلا دما كسائر الدماء، وأنا أرى أن هذا الدم موجود في سائر الأعضاء، لا يختص به عضو دون آخر، وأنا ليس مطلوبي شيئا بهذه الصفة، إنما مطلوبي الشيء الذي يختص به هذا الموضع الذي أجدني لا أستغني عنه طرفة عين، وإليه كان انبعاثي من أول. ما أرى إلا أن مطلوبي كان فيه، فارتحل عنه وأخلاه، وعند ذلك طرأ على هذا الجسد من العطلة ما طرأ، ففقد الإدراك وعدم الحراك. فلما رأى أن الساكن في ذلك البيت قد ارتحل قبل انهدامه وتركه وهو بحاله، تحقق أنه أحرى ألا يعود إليه بعد أن حدث فيه من الخراب والتخريق ما حدث، فصار عنده الجسد كله خسيسا لا قدر له، بالإضافة إلى ذلك الشيء الذي اعتقد في نفسه أنه يسكنه مدة ويرحل عنه بعد ذلك، فاقتصر على الفكرة في ذلك الشيء ما هو وكيف هو وما الذي ربطه بهذا الجسد وإلى أين صار ومن أي الأبواب خرج عند خروجه من الجسد، وما السبب الذي أزعجه إن كان خرج كارها، وما السبب الذي كره إليه الجسد حتى فارقه إن كان خرج مختارا. وتشتت فكره في ذلك كله وسلى عن ذلك الجسد وطرحه، وعلم أن أمه التي عطفت عليه وأرضعته إنما كانت ذلك الشيء المرتحل، وعنه كانت تصدر تلك الأفعال كلها لا هذا الجسد العاطل، وأن هذا الجسد بجملته إنما هو كالآلة لذلك وبمنزلة العصا التي اتخذها هو لقتال الوحوش، فانتقلت علاقته عن الجسد إلى صاحب الجسد ومحركه، لم يبق له شوق إلا إليه. رسالة حي بن يقظان ابن طفيل. واتفق في بعض الأحيان أن انقدحت نار في أجمة قلخ على سبيل المحاكة، فلما بصر بها رأى منظرا هالة وخلقا لم يعتده قبل، فوقف يتعجب منها مليا، وما يزال يدنو منها شيئا فشيئا، فرأى ما للنار من الضوء الثاقب والفعل الغائب حتى لا تعلق بشيء إلا أتت عليه وأحالته إلى نفسها، فحمله العجب بها وبما ركب الله تعالى في طباعه من الجراءة والقوة على أن يمد يده إليها وأراد أن يأخذ منها شيئا، فلما باشرها أحرقت يده فلم يستطع القبض عليها، فاهتدى إلى أن يأخذ قبسا لم تستول النار على جميعه،
فأخذ بطرفه السليم والنار في طرفه الآخر، فتأتى له ذلك وحمله إلى موضعه الذي كان يأوي إليه، وكان قد خلى في جحر استحسنه للسكنى قبل ذلك، وكان يختبر قوتها في جميع الأشياء بأن يلقيها فيها فيراها مستولية عليها، إما بسرعة وإما ببطء بحسب قوة استعداد الجسم الذي كان يلقيه للاحتراق أو ضعفه. وكان من جملة ما ألقى فيها على سبيل الاختبار لقوتها شيء من أصناف الحيوانات البحرية كان قد ألقاه البحر إلى ساحله، فلما أنضجت ذلك الحيوان وسطع قطاره تحركت شهوته إليه فأكل منه شيئا فاستطابه، فاعتاد بذلك أكل اللحم، فصرف الحيلة في صيد البر والبحر حتى مهر في ذلك. وفي خلال هذه المدة المذكورة تفنن في وجوه حيله واكتسى بجلود الحيوانات التي كان يشرحها واحتذى بها، واتخذ الخيوط من الأشعار ولحى قصب الختمية والخبازة والكنب وكل نبات ذي خيط، واستألف جوارح الطير ليستعين بها في الصيد، واتخذ الدواجن لينتفع ببيضها وفراخها، واتخذ من صياص البقر الوحشية شبه الأسنة وركبها في القصب القوي وفي عصي الزان وغيرها، واستعان في ذلك بالنار وبحروف الحجارة حتى صارت شبه الرماح، واتخذ ترسه من جلود مضاعفة، كل ذلك لما رأى من عدمه السلاح الطبيعي. ولما رأى أن يده تفي له بكل ما فاته من ذلك وكان لا يقاومه شيء من الحيوانات على اختلاف أنواعها إلا أنها كانت تفر عنه فتعجزه هربا، فكر في وجه الحيلة في ذلك، فلم ير شيئا أنجح له من أن يتألف بعض الحيوانات الشديدة العدو ويحسن إليها بإعداد الغذاء الذي يصلح لها حتى يتأتى له الركوب عليها ومطاردة سائر الأصناف بها. وكان بتلك الجزيرة خيل برية وحمر وحشية، فاتخذ منها ما يصلح له وراضها حتى كمل له بها غرضه، وعمل عليها من الشرك والجلود أمثال الشكائم والسروج، فتأتى له بذلك ما أمله من طرد الحيوانات التي صعبت عليه الحيلة في أخذها. وإنما تفنن في هذه الأمور كلها في وقت اشتغاله بالتشريح وشهوته في وقوفه على خصائص أعضاء الحيوان وبماذا تختلف، وذلك في المدة التي حددنا منتهاها ب21 عاما. ثم إنه بعد ذلك أخذ في مآخذ أخر، فتصفح جميع الأجسام التي في عالم الكون والفساد من الحيوانات على اختلاف أنواعها والنبات والمعادن وأصناف الحجارة والتراب والماء والبخار والثلج والبرد والدخان والجليد واللهيب والحر، فرأى لها أوصافا كثيرة وأفعالا مختلفة وحركات متفقة ومتضادة، وأنعم النظر في ذلك وتثبت، فرأى أنها تتفق ببعض الصفات وتختلف ببعض، وأنها من الجهة التي تتفق بها واحدة ومن الجهة التي تختلف فيها متغايرة ومتكثرة. ثم كان يحضر أنواع الحيوان كلها في نفسه ويتأملها فيراها تتفق في أنها تحس وتغتذي وتتحرك بالإرادة إلى أي جهة شاءت، وكان قد علم أن هذه الأفعال
هي أخص أفعال الروح الحيواني، وأن سائر الأشياء التي تختلف بها بعد هذا الاتفاق ليست شديدة الاختصاص بالروح الحيواني. ثم كان يرجع إلى أنواع النبات على اختلافها، فيرى كل نوع منها تشبه أشخاصه بعضها بعضا في الأغصان والورق والزهر والثمر والأفعال، فكان يقيسها بالحيوان ويعلم أن لها شيئا واحدا اشتركت فيه، هو لها بمنزلة الروح للحيوان وأنها بذلك الشيء واحد. وكذلك كان ينظر إلى جنس النبات كله فيحكم باتحاده بحسب ما يراه من اتفاق فعله في أنه يتغذى وينمو، ثم كان يجمع في نفسه جنس الحيوان وجنس النبات فيراهما جميعا متفقين في الاغتذاء والنمو، إلا أن الحيوان يزيد على النبات بفضل الحس والإدراك والتحرك، وربما ظهر في النبات شيء شبيه به مثل تحول وجوه الزهر إلى جهة الشمس وتحرك عروقه إلى جهة الغذاء وأشباه ذلك. فظهر له بهذا التأمل أن النبات والحيوان شيء واحد بسبب شيء واحد مشترك بينهما، هو في أحدهما أتم وأكمل وفي الآخر قد عاقه عائق ما، وأن ذلك بمنزلة ماء واحد قسم قسمين أحدهما جامد والآخر سيال، فيتحد عنده النبات والحيوان. ثم إنه تأمل جميع الأجسام حيها وجمادها، وهي التي عنده تارة شيء واحد وتارة كثيرة كثرة لا نهاية لها، فرأى أن كل واحد منها لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يتحرك إلى جهة العلو مثل الدخان واللهيب والهواء إذا حصل تحت الماء، وإما أن يتحرك إلى الجهة المضادة لتلك الجهة وهي جهة السفل مثل الماء وأجزاء الأرض وأجزاء الحيوان والنبات، وأن كل جسم من هذه الأجسام لن يعرى عن إحدى هاتين الحركتين، وأنه لا يسكن إلا إذا منعه مانع يعوقه عن طريقه مثل الحجر النازل يصادف وجه الأرض صلبا فلا يمكنه أن يخرقه، ولو أمكنه ذلك لمن ثنى عن حركته فيما يظهر، ولذلك إذا رفعته وجدته يتحامل عليك بميله إلى جهة السفل طالبا للنزول. وكذلك الدخان في صعوده لا ينثني إلا أن يصادف قبة صلبة تحبسه، فحينئذ ينعطف يمينا وشمالا، ثم إذا تخلص من تلك القبة خرق الهواء صاعدا لأن الهواء لا يمكنه أن يحبسه. ونظر هل يجد جسما يعرى عن إحدى هاتين الحركتين أو الميل إلى إحداهما في وقت ما؟ فلم يجد ذلك في الأجسام التي لديه، وإنما طلب ذلك لأنه طمع أن يجده فيرى طبيعة الجسم من حيث هو جسم دون أن يقترن به وصف من الأوصاف التي هي منشأ التكثر. فلما أعياه ذلك ونظر إلى الأجسام التي هي أقل الأجسام حملا للأوصاف فلم يرها تعرى عن أحد هذين الوصفين بوجه، وهما اللذان يعبر عنهما بالثقل والخفة. فنظر إلى الثقل والخفة، هل هما للجسم من حيث هو جسم أو هما لمعنى زائد على الجسمية؟
فتبين له أن حقيقة كل واحد من الثقيل والخفيف مركبة من معنيين، أحدهما ما يقع فيه الاشتراك منهما جميعا وهو معنى الجسمية، والآخر ما تنفرد به حقيقة كل واحد منهما عن الآخر، وهما إما الثقل في أحدهما وإما الخفة في الآخر المقترنان بمعنى الجسمية، أي المعنى الذي يحرك أحدهما علوا والآخر سفلا. وكذلك نظر إلى سائر الأجسام من الجمادات والأحياء، فرأى أن حقيقة وجود كل واحد منهما مركبة من معنى الجسمية ومن شيء آخر زائد على الجسمية، إما واحد وإما أكثر من واحد. فلاحت له صور الأجسام على اختلافها، وهو أول ما لاح له من العالم الروحاني، إذ هي صور لا تدرك بالحس وإنما تدرك بضرب ما من النظر العقلي. ولاح له في جملة ما لاح من ذلك أن الروح الحيواني الذي مسكنه القلب، وهو الذي تقدم شرحه أولا، لابد له أيضا من معنى زائد على جسميته يصلح بذلك المعنى لأن يعمل هذه الأعمال الغريبة التي تختص به من ضروب الإحساسات وفنون الإدراكات وأصناف الحركات. وذلك المعنى هو صورته وفصله الذي انفصل به عن سائر الأجسام، وهو الذي يعبر عنه النظار بالنفس الحيوانية. وكذلك أيضا للشيء الذي يقوم للنبات مقام الحار الغريزي للحيوان، شيء يخصه هو فصله، وهو الذي يعبر عنه النظام بالنفس النباتية. وكذلك لجميع أجسام الجمادات، وهي ما عدا الحيوان والنبات معا في عالم الكون والفساد، شيء يخصها به يفعل كل واحد منها فعله الذي يختص به، مثل صنوف الحركات وضروب الكيفيات المحسوسة عنها، وذلك الشيء هو فصل كل واحد منها، وهو الذي يعبر النظار عنه بالطبيعة. فلما انتهى نظره إلى هذا الحد وفارق المحسوس بعض مفارقه وأشرف على تخوم العالم العقلي، استوحش وحن إلى ما ألفه من عالم الحس، فتقهقر قليلا وترك الجسم على الإطلاق، إذ هذا الأمر لا يدركه الحس ولا يقدر على تناوله، وأخذ أبسط الأجسام المحسوسة التي شاهدها. فأول ما نظر إلى الماء فرأى أنه إذا خلا وما تقتضيه صورته ظهر منه برد محسوس وطلب النزول إلى أسفل، فإذا سخن أولا إما بالنار وإما بحرارة الشمس زال عنه البرد أولا وبقي فيه طلب النزول، فإذا أفرط عليه بالتسخين زال عنه طلب النزول إلى أسفل وصار يطلب الصعود إلى فوق، فزال عنه بالجملة الوصفان اللذان كان أبدا يصدران عنه وعن صورته، ولم يعرف من صورته أكثر من صدور هذين الفعلين عنها. فلما زال هذان الفعلان إذن بطل حكم الصورة، فزالت الصورة المائية عن ذلك الجسم عندما ظهرت منه أفعال من شأنها أن تصدر عن صورة أخرى، وحدثت له صورة أخرى بعد أن لم تكن، وصدر عنه بها أفعال لم يكن من شأنها أن تصدر عنه وهو بصورته الأولى. فعلم بالضرورة أن كل حادث لابد له من محدث،
فارتسم في نفسه بهذا الاعتبار فاعل للصورة ارتساما على العموم دون تفصيل. ثم إنه تتبع الصور التي كان قد علمها قبل ذلك صورة صورة، فرأى أنها كلها حادثة وأنها لا بد لها من فاعل، ولاح له مثل ذلك في جميع الصور، فتبين له أن الأفعال الصادرة عنها ليست في الحقيقة لها، وإنما هي لفاعل يفعل بها الأفعال المنسوبة إليها. وهذا المعنى الذي لاح له هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وفي محكم التنزيل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلما لاح له من أمر هذا الفاعل ما لاح على الإجمال دون تفصيل، حدث له شوق حثيث إلى معرفته على التفصيل، وهو بعد لم يكن فارق عالم الحس، فجعل يطلب هذا الفاعل المختار على جهة المحسوسات، وهو لا يعلم بعد هل هو واحد أو أكثر، فتصفح جميع الأجسام التي لديه، وهو التي كانت فكرته أبدا فيها، فرآها كلها تتكون تارة وتفسد أخرى، وما لم يقف على فساد جملته وقف على فساد أجزائه، مثل الماء والأرض، فإنه رأى أجزاءهما تفسد بالنار، وكذلك الهواء رآه يفسد بشدة البرد حتى يتكون منه ثلج فيسيل ماء، وكذلك سائر الأجسام التي كانت لديه لم يرى منها شيئا بريئا عن الحدوث والافتقار إلى الفاعل المختار، فطرحها كلها وانتقلت فكرته إلى الأجسام السماوية. وانتهى إلى هذا النظر على رأس 4 أسابيع من منشئه، وذلك 28 عاما، فعلم أن السماء وما فيها من الكواكب أجسام، لأنها ممتدة في الأقطار 3، الطول والعرض والعمق، لا ينفك شيء منها عن هذه الصفة، وكل ما لا ينفك عن هذه الصفة فهو جسم، فهي إذن كلها أجسام، وذاهبة أبدا في الطول والعرض والعمق إلى غير نهاية، أو هي متناهية محدودة بحدود تنقطع عندها، ولا يمكن أن يكون وراءها شيء من الامتداد. فتحير في ذلك بعض حيرة، ثم إنه بقوة نظره وذكاء خاطره رأى أن جسما لا نهاية له أمر باطل وشيء لا يمكن ومعنى لا يعقل، وتقوى هذا الحكم عنده بحجج كثيرة سنحت له بينه وبين نفسه. فلما انتهى إلى هذه المعرفة ووقف على أن الفلك بجملته وما يحتوي عليه كشيء واحد متصل بعضه ببعض، وأن جميع الأجسام التي كان ينظر فيها أولا كالأرض والماء والهواء والنبات والحيوان وما شاكلها هي كلها في ضمنه وغير خارجة عنه، وأنه كله أشبه شيء بشخص من أشخاص الحيوان، وما فيه من الكواكب المنيرة هي بمنزلة حواس الحيوان، وما فيه من دروب الأفلاك المتصل بعضها ببعض هي بمنزلة أعضاء الحيوان، وما في داخله من عالم الكون والفساد هي بمنزلة ما في جوف الحيوان من أصناف الفضول والرطوبات التي كثيرا ما يتكون فيها أيضا حيوان كما يتكون في العالم الأكبر. فلما تبين له أنه كله كشخص واحد في الحقيقة
قائم محتاج إلى فاعل مختار، وأن ذلك الفاعل لا يمكن أن يدرك بشيء من الحواس، لأنه لو أدرك بشيء من الحواس لكان جسما من الأجسام، ولو كان جسما من الأجسام لكان من جملة العالم وكان حادثا واحتاج إلى محدث، ولو كان ذلك المحدث الثاني أيضا جسما لاحتاج إلى محدث ثالث والثالث إلى رابع، ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية وهو باطل. فإذا لابد للعالم من فاعل ليس بجسم، وإذا لم يكن جسما فليس إلى إدراكه بشيء من الحواس سبيل، لأن الحواس الخمس لا تدرك إلا الأجسام أو ما يلحق الأجسام، وإذا كان لا يمكن أن يحس فلا يمكن أن يتخيل، لأن التخيل ليس شيئا إلا إحضار صور المحسوسات بعد غيبها، وإذا لم يكن جسما فصفات الأجسام كلها تستحيل عليه، وأول صفات الأجسام هو الامتداد في الطول والعرض والعمق، وهو منزه عن ذلك وعن جميع ما يتبع هذا الوصف من صفات الأجسام. وإذا كان فاعلا للعالم فهو لا محالة قادر عليه وعالم به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلما رأى أن جميع الموجودات فعله تصفحها من بعد ذا تصفحا على طريق الاعتبار في قدرة فاعلها والتعجب من غريب صنعته ولطيف حكمته ودقيق علمه، فتبين له في أقل الأشياء الموجودة فضلا عن أكثرها من آثار الحكمة وبدائع الصنعة ما قضى منه كل العجب، وتحقق عنده أن ذلك لا يصدر إلا عن فاعل مختار في غاية الكمال وفوق الكمال. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فانتهت به المعرفة إلى هذا الحد على رأس 5 أسابيع من منشئه، وذلك 35 عاما، وقد رسخ في قلبه من أمر الفاعل ما شغله عن الفكرة في كل شيء إلا فيه، وذهل عما كان فيه من تصفح الموجودات والبحث عنها، حتى صار بحيث لا يقع بصره على شيء من الأشياء إلا ويرى فيه أثر الصنعة من حينه، فينتقل بفكره على الفور إلى الصانع ويترك المصنوع، حتى اشتد شوقه إليه وانزعج قلبه بالكلية عن العالم الأدنى المحسوس وتعلق بالعالم الأرفع المعقول. فلما حصل له العلم بهذا الموجود الرفيع الثابت الوجود الذي لا سبب لوجوده وهو سبب لوجود جميع الأشياء، أراد أن يعلم بأي شيء حصل له هذا العلم وبأي قوة أدرك هذا الموجود، فتصفح حواسه كلها وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فرأى أنها كلها لا تدرك شيئا إلا جسما أو ما هو في جسم، وقد تبين أن هذا الموجود الواجب الوجود بريء من صفات الأجسام من جميع الجهات، فإذا لا سبيل إلى إدراكه إلا بشيء ليس بجسم، ولا هو قوة في جسم، ولا تعلق له بوجه من الوجوه بالأجسام، ولا هو داخل فيها ولا خارج عنها ولا متصل بها ولا منفصل عنها. وقد كان تبين له أنه أدركه بذاته ورسخت المعرفة به عنده،
فتبين له بذلك أن ذاته التي أدركه بها أمر غير جسماني لا يجوز عليه شيء من صفات الأجسام، وأن كل ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسميات فإنها ليست حقيقة ذاته، وإنما حقيقة ذاته ذلك الشيء الذي أدرك به الموجود المطلق الواجب الوجود. فلما علم أن ذاته ليست هذه المتجسمة التي يدركها بحواسه ويحيط بها أديمه، هان عنده بالجملة جسمه، وجعل يتفكر في تلك الذات الشريفة التي أدرك بها ذلك الموجود الشريف الواجب الوجود، ونظر في ذاته تلك الشريفة هل يمكن أن تبيد أو تفسد وتضمحل أو هي دائمة البقاء، فرأى أن الفساد والاضمحلال إنما هو من صفات الأجسام بأن تخلع صورة وتلبس أخرى، مثل الماء إذا صار هواء والهواء إذا صار ماء والنبات إذا صار ترابا أو رمادا والتراب إذا صار نباتا، فهذا هو معنى الفساد. وأما الشيء الذي ليس بجسم ولا يحتاج في قوامه إلى الجسم وهو منزه بالجملة من الجسميات فلا يتصور فساده البتة. فلما تبين له أن كمال ذاته ولذتها إنما هو بمشاهدة ذلك الموجود الواجب الوجود على الدوام مشاهدة بالفعل أبدا حتى لا يعرض عنه طرفة عين لكي توافيه منيته، وهو في حال المشاهدة بالفعل فتتصل لذته دون أن يتخللها ألم. ثم جعل يتفكر كيف يتأتى له دوام هذه المشاهدة بالفعل حتى لا يقع منه إعراض، فكان يلازم الفكرة في ذلك الموجود كل ساعة، فما هو إلا أن يسنح لبصره محسوس ما من المحسوسات، أو يخرق سمعه صوت بعض الحيوان، أو يعترضه خيال من الخيالات، أو يناله ألم في أحد أعضائه، أو يصيبه الجوع أو العطش أو البرد أو الحر، أو يحتاج إلى القيام لدفع فضوله فتختل فكرته ويزول عما كان فيه ويتعذر عليه الرجوع إلى ما كان عليه من حال المشاهدة إلا بعد جهد. وكان يخاف أن تفجأه منيته وهو في حال الإعراض فيفضي إلى الشقاء الدائم وألم الحجاب، فساءه حاله ذلك وأعياه الدواء، فجعل يتصفح أنواع الحيوانات كلها وينظر أفعالها وما تسعى فيه، لعله ينظر في بعضها أنها شعرت بهذا الموجود وجعلت تسعى نحوه فيتعلم منها ما يكون سبب نجاته. فرآها كلها إنما تسعى في تحصيل غذائها ومقتضى شهواتها من المطعوم والمشروب والمنكوح والاستضلال والاستدفاء، وتجد في ذلك ليلها ونهارها إلى حين مماتها وانقضاء مدتها، ولم ير شيئا منها ينحرف عن هذا الرأي ولا يسعى لغيره في وقت من الأوقات. فبان له بذلك أنها لم تشعر بذلك الموجود ولا اشتاقت إليه ولا تعرفت به بوجه من الوجوه، وأنها كلها صائرة إلى العدم أو إلى حال شبيه بالعدم. فلما حكم بذلك على الحيوان علم أن الحكم له على النبات أولى، إذ ليس للنبات من الإدراكات إلا بعض ما للحيوان،
ثم إنه بعد ذلك نظر إلى الكواكب والأفلاك فرآها كلها منتظمة الحركات جارية على نسق وراءها شفافة ومضيئة بعيدة عن قبول التغير والفساد. فحدث حدسا قويا أن لها ذوات سوى أجسامها تعرف ذلك الموجود الواجب الوجود، وأن تلك الذوات العارفة ليست بأجسام ولا منطبعة في أجسام مثل ذاته هو العارفة، وكيف لا يكون لها مثل تلك الذوات البريئة عن الجسمانية، ويكون لمثله هو على ما به من الضعف وشدة الاحتياج إلى الأمور المحسوسة، وأنه من جملة الأجسام الفاسدة. ومع ما به من النقص فلم يعقه ذلك عن أن تكون ذاته شيئا بريئا عن الأجسام لا تفسد، فتبين له بذلك أن الأجسام السماوية أولى بذلك، وعلم أنها تعرف ذلك الموجود الواجب الوجود وتشاهده على الدوام بالفعل، لأن العوائق التي قطعت به هو عن دوام المشاهدة من العوارض المحسوسة لا يوجد مثلها للأجسام السماوية. فاتجهت عنده الأعمال التي يجب عليه أن يفعلها نحو ثلاثة أغراض: إما عمل يتشبه به بالحيوان غير الناطق، وإما عمل يتشبه بالأجسام السماوية، وإما عمل يتشبه به بالموجود الواجب الوجود. ثم أخذ في العمل الثاني وهو التشبه بالأجسام السماوية والاقتداء بها والتقبل لصفاتها وتتبع أوصافها، فانحصرت عنده في ثلاثة أضرب. أما الضرب الأول فكان تشبهه بها أن ألزم نفسه ألا يرى ذا حاجة أو عاهة أو مضرة أو ذا عائق من الحيوان والنبات وهو يقدر على إزالتها عنه إلا ويزيلها. فمتى وقع بصره على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب، أو تعلق به نبات آخر يؤذيه، أو عطش عطشا يكاد يفسده، أزال عنه ذلك الحاجب إن كان مما يزال، وفصل بينه وبين ذلك المؤذي بفاصل لا يضر المؤذي، وتعهده بالسقي ما أمكنه. ومتى وقع بصره على حيوان قد أرهقه ضبع، أو نشب به ناشب، أو تعلق به شوك، أو سقط في عينيه أو أذنيه شيء يؤذيه، أو مسه ظمأ أو جوع، تكفل بإزالة ذلك كله عن جهده وأطعمه وأسقاه. ومتى وقع بصره على ماء يسيل إلى سقي نبات أو حيوان وقد عاقه عن ممره ذلك عائق من حجر سقط فيه أو جرف انهار عليه، أزال ذلك كله عنه. وما زال يمعن في هذا النوع من ضروب التشبه حتى بلغ فيه الغاية. وأما الضرب الثاني فكان تشبهه بها فيه أن ألزم نفسه دوام الطهارة وإزالة الدنس والرجس عن جسمه، والاغتسال بالماء في أكثر الأوقات، وتنظيف ما كان من أظفاره وأسنانه ومغابن بدنه، وتطيبها بما أمكنه من طيب النبات وصنوف الدواهن العطرة، وتعهد لباسه بالتنظيف والتطيب حتى كان يتلألأ حسنا وجمالا ونظافة وطيبا، والتزم مع ذلك ضروب الحركة على الاستدارة، فتارة كان يطوف بالجزيرة ويدور على ساحلها ويسيح بأكنافها، وتارة
كان يطوف ببيته أو ببعض الكدى أدوارا معدودة، إما مشيا وإما هرولة، وتارة يدور على نفسه حتى يغشى عليه. وأما الضرب الثالث فكان تشبهه بها فيه أن كان يلازم الفكرة في ذلك الموجود الواجب الوجود، ثم يقطع علائق المحسوسات ويغمض عينيه ويسد أذنيه ويضرب جهده عن تتبع الخيال، ويروم بمبلغ طاقته ألا يفكر في شيء سواه ولا يشرك به أحدا، ويستعين على ذلك بالاستدارة على نفسه والاستحثاث فيها. فكان إذا اشتد في الاستدارة غابت عنه جميع المحسوسات وضعف الخيال وسائر القوى التي تحتاج إلى الآلات الجسمانية وقوى فعل ذاته التي هي بريئة من الجسم. فكانت في بعض الأوقات فكرته قد تخلص عن الشوب ويشاهد بها الموجود الواجب الوجود، ثم تكر عليه القوى الجسمانية فيفسد عليه حاله وترده إلى أسفل السافلين فيعود من ذي قبل. فإن لحقه ضعف يقطع به عن غرضه تناول بعض الأغذية عن الشرائط المذكورة. رسالة حي بن يقظان ابن طفيل. وفي خلال شدة مجاهدته هذه ربما كانت تغيب عن ذكره وفكره جميع الذوات إلا ذاته، فإنها كانت لا تغيب عنه في وقت استغراقه بمشاهدة الموجود الأول الحق الواجب الوجود. فكان يسوءه ذلك ويعلم أنه شوب في المشاهدة المحضة وشركة في الملاحظة، وما زال يطلب الفناء عن نفسه والإخلاص في مشاهدة الحق حتى تأتى له ذلك وغابت عن ذكره وفكره السماوات والأرض وما بينهما وجميع الصور الروحانية والقوى الجسمانية وجميع القوى المفارقة للمواد والتي هي الذوات العارفة بالموجود، وغابت ذاته في جملة تلك الذوات وتلاشى الكل واضمحل وصار هباء منثورا، ولم يبق إلا الواحد الحق الموجود الثابت الوجود. وهو يقول بقوله الذي ليس معنى زائدا على ذاته: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ففهم كلامه وسمع نداءه، ولم يمنعه عن فهمه كونه لا يعرف الكلام ولا يتكلم، واستغرق في حالته هذه وشاهد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلق قلبك بوصف أمر لم يخطر على قلب بشر، فإن كثيرا من الأمور التي قد تخطر على قلوب البشر يتعذر وصفها، فكيف بأمر لا سبيل إلى خطوره على القلب ولا هو من عالمه ولا من طوره؟ ولست أعني بالقلب جسم القلب ولا الروح التي في تجويفه، بل أعني به صورة تلك الروح الفائضة بقواها على بدن الإنسان. فإن كل واحد من هذه الثلاثة قد يقال له قلب، ولكن لا سبيل لخطور ذلك الأمر على واحد من هذه الثلاثة، ولا يتأتى التعبير إلا عما خطر عليها. ومن رام التعبير عن تلك الحال فقد رام مستحيلة،
وهو بمنزلة من يريد أن يذوق الألوان المصبوغة من حيث هي الألوان، ويطلب أن يكون السواد مثلا حلوا أو حامضا. لكن مع ذلك لا نخليك عن إشارات نومئ بها إلى ما شاهده من عجائب ذلك المقام، على سبيل ضرب المثال لا على سبيل قرع باب الحقيقة، إذ لا سبيل إلى التحقيق بما في ذلك المقام إلا بالوصول إليه. فأصخ الآن بسمع قلبك، وحدق ببصر عقلك إلى ما أشير به إليك، لعلك أن تجد منه هديا يلقيك على جادة الطريق. وشرطي عليك ألا تطالب مني في هذا الوقت مزيد بيان بالمشافهة على ما أودعه هذه الأوراق، فإن المجال ضيق، والتحكم بالألفاظ على أمر ليس من شأنه أن ينفض به خطر. فإن كنت ممن يقتنع بهذا النوع من التلويح والإشارة إلى ما في العالم الإلهي، ولا تحمل ألفاظنا من المعاني على ما جرت العادة بها في تحميلها إياه، فنحن نزيدك شيئا مما شاهده حي بن يقظان في مقام الصدق الذي تقدم ذكره، فنقول إنه بعد الاستغراق المحض والفناء التام وحقيقة الوصول، شاهد الفلك الأعلى الذي لا جسم له، ورأى ذاتا بريئة عن المادة، ليست هي ذات الواحد الحق، ولا هي نفس الفلك، ولا هي غيرهما، وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة من المرائي الصقيلة، فإنها ليست هي الشمس ولا المرآة ولا هي غيرهما. ورأى لذات ذلك الفلك ما يعظم عن أن يوصف بلسان، ويدق عن أن يكسى بحرف أو صوت، ورآه في غاية من اللذة والسرور والغبطة والفرح بمشاهدته ذات الحق جل جلاله، وما زال يشاهد لكل فلك ذاتا مفارقة بريئة عن المادة، ليست هي شيئا من الذوات التي قبلها ولا هي غيرها، وكأنها صورة الشمس التي تنعكس من مرآة على مرآة على رتب مرتبة بحسب ترتيب الأفلاك. وشاهد لكل ذات من هذه الذوات من الحسن والبهاء واللذة والفرح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يصفه الواصفون ولا يعقله إلا الواصلون العارفون. وشاهد ذواتا كثيرة مفارقة للمادة كأنها مرايا صدئة قد ران عليها الخبث، وهي مع ذلك مستديرة للمرايا الصقيلة التي ارتسمت فيها صورة الشمس ومولية عنها بوجوهها. ورأى لهذه الذوات من القبح والنقص ما لم يقم قط بباله، ورآها في آلام لا تنقضي وحسرات لا تمحي، قد أحاط بها سرادق العذاب، وأحرقتها نار الحجاب، ونشرت بمناشير بين الانزعاج والانجذاب. وشاهد هنا ذواتا سوى هذه المعذبة تلوح ثم تضمحل وتنعقد ثم تنحل، فتثبت فيها وأنعم النظر إليها، فرأى هولا عظيما وخطبا جسيما وخلقا حثيثا وأحكاما بليغة وتسوية ونفخا وإنشاء ونسخا، فما هو إلا أن تثبت قليلا فعادت إليه حواسه، وتنبه من حاله تلك
التي كانت شبيهة بالغشي، وزلت قدمه عن ذلك المقام، ولاح له العالم المحسوس، وغاب عنه العالم الإلهي، إذ لم يكن اجتماعهما في حال واحدة كضرتين. إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، فإن قلت يظهر مما حكيته من هذه المشاهدة أن الذوات المفارقة إن كانت لجسم دائم الوجود لا يفسد كالأفلاك كانت هي دائمة الوجود، وإن كانت لجسم يؤول إلى الفساد كالحيوان الناطق فسدت هي واضمحلت وتلاشت حسبما مثلت به في مرايا الانعكاس. فإن الصورة لا ثبات لها إلا بثبات المرآة، فإذا فسدت المرآة صح فساد الصورة واضمحلت هي. فأقول لك ما أسرع ما نسيت العهد وحلت عن الربط، ألم نقدم إليك أن مجال العبارة هنا ضيق، وأن الألفاظ على كل حال توهم غير الحقيقة، وذلك الذي توهمته إنما أوقعك فيه أن جعلت المثال والممثل به على حكم واحد من جميع الوجوه. ولا ينبغي أن يفعل ذلك في أصناف المخاطبات المعتادة، فكيف هاهنا والشمس ونورها وصورتها وتشكلها والمرايا والصور الحاصلة فيها كلها أمور غير مفارقة للأجسام، ولا قوام لها إلا بها وفيها، فلذلك افتقرت في وجودها إليها وبطلت ببطلانها. وأما الذوات الإلهية والأرواح الربانية فإنها كلها بريئة عن الأجسام ولواحقها، ومنزهة غاية التنزيه عنها، ولا ارتباط ولا تعلق لها بها. وسواء بالإضافة إليها بطلان الأجسام أو ثبوتها ووجودها أو عدمها، وإنما ارتباطها وتعلقها بذات الواحد الحق الموجود الواجب الوجود الذي هو أولها ومبدأها وسببها وموجدها، وهو يعطيها الدوام ويمدها بالبقاء والتسرمد، ولا حاجة بها بل الأجسام محتاجة إليها. فهذا القدر هو الذي أمكنني الآن أن أشير إليك به فيما شاهده حي بن يقظان في ذلك المقام الكريم، فلا تلتمس الزيادة عليه من جهة الألفاظ، فإن ذلك كالمتعثر. وأما تمام خبره فسأتلوه عليك إن شاء الله تعالى، وهو أنه لما عاد إلى العالم المحسوس وذلك بعد جولاته حيث جال، سئم تكاليف الحياة الدنيا واشتد شوقه إلى الحياة القصوى، فجعل يطلب العودة إلى ذلك المقام بالنحو الذي طلبه أولا، حتى وصل إليه بأيسر من السعي الذي وصل به أولا ودام فيه ثانيا مدة أطول من الأولى. ثم عاد إلى عالم الحس، ثم تكلف الوصول إلى مقامه بعد ذلك، فكان أيسر عليه من الأولى والثانية، وكان دوامه أطول، وما زال الوصول إلى ذلك المقام الكريم يزيد عليه سهولة، والدوام يزيد فيه طولا بعد مدة، حتى صار بحيث يصل إليه متى شاء ولا ينفصل عنه إلا متى شاء، فكان يلازم مقامه ذلك ولا ينثني عنه إلا لضرورة بدنه التي كان قد قللها حتى كان لا يوجد أقل منها. وهو في ذلك كله يتمنى أن يريحه الله عز وجل من كل بدنه الذي يدعوه إلى مفارقة مقامه ذلك، فيتخلص إلى لذته تخلصا دائما
ويبرأ عما يجده من الألم عند الإعراض عن مقامه ذلك إلى ضرورة البدن، وبقي على حالته تلك حتى أناف على 7 أسابيع من منشئه، وذلك 50 عاما. وحينئذ اتفقت له صحبة أبسال، وكان من قصته ما يأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. رسالة حي بن يقظان ابن طفيل. ذكروا أن جزيرة قريبة من الجزيرة التي ولد بها حي بن يقظان على أحد القولين المختلفين في صفة مبدئه، انتقلت إليها ملة من الملل الصحيحة المأخوذة عن بعض الأنبياء المتقدمين صلوات الله عليهم. وكان قد نشأ بتلك الجزيرة فتيان من أهل الفضل والرغبة في الخير، يسمى أحدهما أبسالا والآخر سلامان، فتلقيا تلك الملة وقبلاها أحسن قبول، وأخذا على أنفسهما بالتزام جميع شرائعها والمواظبة على جميع أعمالها، واصطحبا على ذلك. وكان يتفقهان في بعض الأوقات فيما ورد من ألفاظ تلك الشريعة في صفة الله عز وجل وملائكته وصفات المعاد والثواب والعقاب. فأما أبسال منهما فكان أشد غوصا على الباطن وأكثر عثورا على المعاني الروحانية وأطمع في التأويل، وأما سلامان صاحبه فكان أكثر احتفاظا بالظاهر وأشد بعدا عن التأويل وأوقف عن التصرف والتأمل، وكلاهما مجد في الأعمال الظاهرة ومحاسبة النفس ومجاهدة الهوى. وكان في تلك الشريعة أقوال تحمل على العزلة والانفراد وتدل على أن الفوز والنجاة فيهما، وأقوال أخر تحمل على المعاشرة وملازمة الجماعة. فتعلق أبسال بطلب العزلة ورجع القول فيها لما كان في طباعه من دوام الفكرة وملازمة العبرة ومن الغوص على المعاني، وأكثر ما كان يتأتى له أمله من ذلك بالانفراد. وتعلق سلامان بملازمة الجماعة ورجع القول فيها لما كان في طباعه من الجبن عن الفكرة والتصرف، فكانت ملازمته الجماعة عنده مما يدرأ الوسواس ويزيل الظنون المعترضة ويعيذ من همزات الشياطين. وكان اختلافهما في هذا الرأي سبب افتراقهما. وكان أبسال قد سمع عن الجزيرة التي ذكر أن حي بن يقظان تكون بها، وعرف ما بها من الخصب والمرافق والهواء المعتدل، وأن الانفراد بها يتأتى لملتمسه، فأجمع على أن يرتحل إليها ويعتزل الناس بها بقية عمره. فجمع ما كان له من المال واشترى ببعضه مركبا تحمله إلى تلك الجزيرة، وفرق باقيه على المساكين، وودع صاحبه سلامان وركب متن البحر، فحمله الملاحون إلى تلك الجزيرة ووضعوه بساحلها وانفصلوا عنها. فبقي أبسال بتلك الجزيرة يعبد الله عز وجل ويعظمه ويقدسه ويفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فلا ينقطع خاطره ولا تتكدر فكرته، وإذا احتاج إلى الغذاء تناول من ثمرات تلك الجزيرة وصيدها ما يسد به جوعته، وأقام على تلك الحال مدة
وهو في أتم غبطة وأعظم أنس بمناجاة ربه. وكان في تلك المدة حي بن يقظان شديد الاستغراق في مقاماته الكريمة، فكان لا يبرح مغارته إلا مرة في الأسبوع لتناول ما سنح من الغذاء، فلذلك لم يعثر عليه أبسال بأول وهلة، بل كان يتطوف بأكناف تلك الجزيرة ويسبح في أرجائها، فلا يرى إنسيا ولا يشاهد أثرا، فيزيد بذلك أنسه وتنبسط نفسه لما كان قد عزم عليه من التناهي في طلب العزلة والانفراد، إلى أن اتفق في بعض تلك الأوقات أن خرج حي بن يقظان لالتماس غذائه وأبسال قد ألم بتلك الجهة، فوقع بصر كل واحد منهما على الآخر. فأما أبسال فلم يشك أنه من العباد المنقطعين وصل إلى تلك الجزيرة لطلب العزلة عن الناس كما وصل هو إليها، وولى أبسال هاربا منه خيفة أن يشغله عن حاله، فاقتفى حي بن يقظان أثره لما كان في طباعه من البحث عن حقائق الأشياء، فلما رآه يشتد في الهرب خنس عنه وتوارى له، حتى ظن أبسال أنه قد انصرف عنه وتباعد من تلك الجهة، فشرع أبسال في الصلاة والقراءة والدعاء والبكاء والتضرع والتواجد حتى شغله ذلك عن كل شيء، فجعل حي بن يقظان يتقرب منه قليلا وأبسال لا يشعر به، حتى دنا منه بحيث يسمع قراءته وتسبيحه ويشاهد خضوعه وبكاءه، فسمع صوتا حسنا وحروفا منظمة لم يعهد مثلها من شيء من أصناف الحيوان، ونظر إلى أشكاله وتخطيطه فرآه على صورته، وتبين له أن المدرعة التي عليه ليست جلدا طبيعيا، وإنما هي لباس متخذ مثل لباسه هو. ولما رأى حسن خشوعه وتضرعه وبكاءه لم يشك في أنه من الذوات العارفة بالحق، فتشوق إليه وأراد أن يرى ما عنده وما الذي أوجب بكاءه وتضرعه، فزاد في الدنو منه حتى أحس به أبسال، فاشتد في العدو، واشتد حي بن يقظان في إثره حتى التحق به لما كان أعطاه الله من القوة والبسطة في العلم والجسم، فالتزمه وقبض عليه ولم يمكنه من البراح، فلما نظر إليه وهو مكتسم بجلود الحيوانات ذوات الأوبار وشعره قد طال حتى جلل كثيرا منه، ورأى ما عنده من سرعة الحضر وقوة البطش فرق منه فرقا شديدا، وجعل يستعطفه ويرغب إليه بكلام لا يفهمه حي بن يقظان ولا يدري ما هو، غير أنه كان يميز فيه شمائل الجزع، فكان يؤنسه بأصوات كان قد تعلمها من بعض الحيوانات، ويجر يده على رأسه ويمسح أعطافه ويتملق إليه ويظهر البشر والفرح به، حتى سكن جأش أبسال وعلم أنه لا يريد به سوءا. وكان أبسال قديما لمحبته في علم التأويل قد تعلم أكثر الألسن ومهر فيها، فجعل يكلم حي بن يقظان ويسائله عن شأنه بكل لسان يعلمه، ويعالج إفهامه فلا يستطيع، وحي بن يقظان في ذلك كله يتعجب مما يسمع ولا يدري ما هو عليه، غير أنه يظهر له البشر والقبول، فاستغرب كل واحد منهما أمر صاحبه.
ولما رأى أبسال أيضا أنه لا يتكلم أمن غوائله على دينه ورجى أن يعلمه الكلام والعلم والدين فيكون له بذلك أعظم أجر وزلفى عند الله. فشرع أبسال في تعليمه الكلام أولا بأن كان يشير له إلى أعيان الموجودات وينطق بأسمائها ويكرر ذلك عليه ويحمله على النطق فينطق بها مقترنا بالإشارة حتى علمه الأسماء كلها ودرجه قليلا قليلا حتى تكلم في أقرب مدة. فجعل أبسال يسأله عن شأنه ومن أين صار إلى تلك الجزيرة، فأعلمه حي بن يقظان أنه لا يدري لنفسه ابتداء ولا أبا ولا أما أكثر من الظبية التي ربته، ووصف له شأنه كله وكيف ترقى بالمعرفة حتى انتهى إلى درجة الوصول. فلما سمع أبسال منه وصف تلك الحقائق والذوات المفارقة لعالم الحس العارفة بذات الحق عز وجل، ووصف له ذات الحق تعالى وجل بأوصافه الحسنى، ووصف له ما أمكنه وصفه مما شاهده عند الوصول من لذات الواصلين وآلام المحجوبين، لم يشك أبسال في جميع الأشياء التي وردت في شريعته من أمر الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره، هي أمثلة هذه التي شاهدها حي بن يقظان فانفتح بصر قلبه وانقدحت نار خاطره وتطابق عنده المعقول والمنقول وقربت عليه طرق التأويل، ولم يبق عليه مشكل في الشرع إلا تبين له، ولا مغلق إلا انفتح، ولا غامض إلا اتضح، وصار من أولي الألباب. وعند ذلك نظر إلى حي بن يقظان بعين التعظيم والتوقير، وتحقق عنده أنه من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالتزم خدمته والاقتداء به والأخذ بإشاراته فيما تعارض عنده من الأعمال الشرعية التي كان قد تعلمها في ملته. وجعل حي بن يقظان يستفصحه عن أمره وشأنه، فجعل أبسال يصف له شأن جزيرته وما فيها من العالم وكيف كانت سيرهم قبل وصول الملة إليهم وكيف هي الآن بعد وصولها إليهم، ووصف له جميع ما ورد في الشريعة من وصف العالم الإلهي والجنة والنار والبعث والنشور والحشر والحساب والميزان والصراط، ففهم حي بن يقظان ذلك كله ولم ير فيه شيئا على خلاف ما شاهده في مقامه الكريم، فعلم أن الذي وصف ذلك وجاء به محق في وصفه، صادق في قوله، رسول من عند ربه، فآمن به وصدقه وشهد برسالته. ثم جعل يسأله عما جاء به من الفرائض ووضعه من العبادات، فوصف له الصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبهها من الأعمال الظاهرة، فتلقى ذلك والتزمه وأخذ نفسه بأدائه امتثالا للأمر الذي صح عنده صدق قائله، إلا أنه بقي في نفسه أمران كان يتعجب منهما ولا يدري وجه الحكمة فيهما. أحدهما لما ضرب هذا الرسول الأمثال للناس في أكثر ما وصفه من أمر العالم الإلهي، وأضرب عن المكاشفة
حتى وقع الناس في أمر عظيم من التجسيم واعتقاد أشياء في ذات الحق هو منزه عنها وبريء منها، وكذلك في أمر الثواب والعقاب. والأمر الآخر، لما اقتصر على هذه الفرائض ووظائف العبادات وأباح الاقتناء للأموال والتوسع في المآكل حتى يفرغ الناس للاشتغال بالباطل والاعتراض عن الحق؟ وكان رأيه هو ألا يتناول أحد شيئا إلا ما يقيم به الرمق، وأما الأموال فلم تكن لها عنده معنى. وكان يرى ما في الشرع من الأحكام في أمر الأموال كالزكاة وتشعبها والبيوع والربا والحدود والعقوبات، فكان يستغرب ذلك كله ويراه تطويلا، ويقول إن الناس لو فهموا الأمر على حقيقته لأعرضوا عن هذه البواطل وأقبلوا على الحق واستغنوا عن هذا كله، ولم يكن لأحد اختصاص بمال يسأل عن زكاته أو تقطع الأيدي على سرقته أو تذهب النفوس على أخذه مجاهرة. وكان الذي أوقعه في ذلك كله أن الناس كلهم ذو فطر فائقة وأذهان ثاقبة ونفوس حازمة، ولم يكن يدري ما هم عليه من البلادة والنقص وسوء الرأي وضعف العزم، وأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. رسالة حي بن يقظان ابن طفيل. فلما اشتد إشفاقه على الناس وطمع أن تكون نجاتهم على يديه، حدثت له نية في الوصول إليهم وإيضاح الحق لديهم وتبيينه لهم، ففاوض في ذلك صاحبه أبسالا وسأله هل تمكنه حيلة في الوصول إليهم، فأعلمه أبسال بما هم عليه من نقص الفطرة والإعراض عن أمر الله، فلم يتأت له فهم ذلك، وبقي في نفسه تعلق بما كان قد أمله، وطمع أبسال أن يهدي الله على يديه طائفة من معارفه المريدين الذين كانوا أقرب إلى التخلص من سواهم، فساعده على رأيه، ورأي أن يلتزم ساحل البحر ولا يفارقاه ليلا ولا نهارا، لعل الله أن يسني لهم عبور البحر، فالتزم ذلك وابتهل إلى الله تعالى بالدعاء أن يهيئ لهما من أمرهما رشدا. فكان من أمر الله عز وجل أن سفينة في البحر ضلت مسلكها ودفعتها الرياح وتلاطم الأمواج إلى ساحلها، فلما قربت من البر رأى أهلها الرجلين على الشاطئ فدنوا منهما، فكلمهم أبسال وسألهم أن يحملوهما معهم، فأجابوهما إلى ذلك وأدخلوهما السفينة، فأرسل الله إليهم ريحا رخاء حملت السفينة في أقرب مدة إلى الجزيرة التي أملاها، فنزلا بها ودخلا مدينتها، واجتمع أصحاب أبسال به فعرفهم شأن حي بن يقظان، فاشتملوا عليه اجتمالا شديدا وأكبروا أمره، واجتمعوا إليه وأعظموه وبجلوه، وأعلمه أبسال أن تلك الطائفة هم أقرب إلى الفهم والذكاء من جميع الناس، وأنه إن عجز عن تعليمهم فهو عن تعليم الجمهور أعجز. وكان رأس تلك الجزيرة وكبيرها سلامان، وهو صاحب أبسال الذي كان يرى ملازمة الجماعة ويقول بتحريم العزلة، فشرع حي بن يقظان في تعليم وبث أسرار الحكمة إليهم، وما زال يستلطفهم ليلا ونهارا ويبين لهم الحق سرا وجهارا،
فلا يزيدهم ذلك إلا نبوا ونفارا، مع أنهم كانوا محبين للخير راغبين في الحق، إلا أنهم لنقص فطرتهم كانوا لا يطلبون الحق من طريقه ولا يأخذونه بجهة تحقيقه ولا يلتمسونه من بابه، بل كانوا لا يريدون معرفته من طريق أربابه، فيأس من إصلاحهم وانقطع رجاؤه من صلاحهم لقلة قبولهم. وتصفح طبقات الناس بعد ذلك فرأى كل حزب بما لديهم فرحون، قد اتخذوا إلههم هواهم ومعبودهم شهواتهم، وتهالكوا في جمع حطام الدنيا. فلما رأى سرادق العذاب قد أحاط بهم، وظلمات الحجب قد تغشتهم، والكل منهم إلا اليسير لا يتمسكون من ملتهم إلا بالدنيا، وقد نبذوا أعمالهم على خفتها وسهولتها وراء ظهورهم، واشتروا به ثمنا قليلا، وألهاهم عن ذكر الله تعالى التجارة والبيع، ولم يخافوا يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بان له وتحقق على القطع أن مخاطبتهم بطريق المكاشفة لا تمكن، وأن تكليفهم من العمل فوق هذا القدر لا يتفق، وأن حظ أكثر الجمهور من الانتفاع بالشريعة إنما هو في حياتهم الدنيا ليستقيم له معاشه، ولا يتعدى عليه سوى فيما اختص هو به، وأنه لا يفوز منه بالسعادة الأخروية إلا الشاذ النادر، وهو من أراد حرث الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فلما فهم أحوال الناس وأن أكثرهم بمنزلة الحيوان غير الناطق، علم أن الحكمة كلها والهداية والتوفيق فيما نطقت به الرسل ووردت به الشريعة، لا يمكن غير ذلك ولا يحتمل المزيد عليه، فلكل عمل رجال وكل ميسر لما خلق له، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فانصرف إلى سلامان وأصحابه فاعتذر عما تكلم به معهم وتبرأ إليهم منه، وأعلمهم أنه قد رأى مثل رأيهم واهتدى بمثل هديهم، وأوصاهم بملازمة ما هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض فيما لا يعنيهم، والإيمان بالمتشابهات والتسليم لها، والإعراض عن البدع والأهواء، والاقتداء بالسلف الصالح، والترك لمحدثات الأمور. وأمرهم بمجانبة ما عليه جمهور العوام من إهمال الشريعة والإقبال على الدنيا، وحذرهم عنه غاية التحذير. وعلم هو وصاحبه أبسال أن هذه الطائفة المريدة القاصرة لا نجاة لها إلا بهذا الطريق، وأنها إن رفعت عنه إلى بقاع الاستبصار اختل ما هي عليه، ولم يمكنها أن تلحق بدرجة السعداء، وتذبذبت وانتكست وساءت عاقبتها، وإن هي دامت على ما هي عليه حتى يوافيها اليقين فازت بالأمن وكانت من أصحاب اليمين. وأما السابقون السابقون فأولئك هم المقربون، فودعاهم وانفصلا عنهم وتلطفا في العود إلى جزيرتهما حتى يسر الله عز وجل عليهما العبور إليها. وطلب حي بن يقظان مقامه الكريم
بالنحو الذي طلبه أولا حتى عاد إليه واقتدى به أفسال حتى قرب منه أوكاد وعبد الله بتلك الجزيرة حتى أتاهما اليقين. هذا أيدنا الله وإياك بروح منه ما كان من نبأ حي بن يقظان وأبسال وسلامان، وقد اشتمل على حظ من الكلام لا يوجد في كتاب ولا يسمع في معتاد خطاب، وهو من العلم المكنون الذي لا يقبله إلا أهل المعرفة بالله ولا يجهله إلا أهل العزة بالله. وأنا أسأل إخواني الواقفين على هذا الكلام أن يقبلوا عذري فيما تسهلت في تبيينه وتسامحت في تثبيته، فلم أفعل ذلك إلا لأني تسنمت شواهق يزل الطرف عن مرآها، وأردت تقريب الكلام فيها على وجه الترغيب والتشويق في دخول الطريق. وأسأل الله التجاوز والعفو وأن يوردنا من المعرفة به الصفو، إنه منعم كريم. والسلام عليك أيها الأخ المفترض إسعافه ورحمة الله وبركاته.